السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم شدنا تدريب يا بطلة؟ تعليم سياقة، تمام؟ صار لك شقد تمرين انت؟ هلا بالله، ما لكم شغله، لا احد يحكي يمي. احنا ايش قايلين؟ ما حد يحكي يمي، اي شيء يصير انا اتحمله، انا احنا نحكي بالموضوع. تعال يا ولد، تعال حبيبي تعال. لا حد يحكي يا ابطال، حتى نفهمه، لان اكثريتهم جهله. اكو جهله، ماكو ثقافه رياضه، ما يعرف شنو معناتها. هسه راح تشوفون اشرح يطلع جاهل لو مو جاهل. شلونك يا بطل؟ عيد لي اللي حكيته وانت تمشي. قمت تصيح باد بوي. اسالك سؤال، تثبت انت جاهل لو مثقف وتعرف شنو معنات باد بوي؟ ما تعرف، اذا انت جاهل، مجرد انت جاي تتنمر وبس، صح؟ الباد بوي فتى سيء. دا تفهمني؟ الفتى سيء يعني ذولا، من وصفتهم هذا الوصف، ذولا الابطال يعني معناتها لبسهم مو تمام، يدخلون جقاير، يتعاطون غير امور، بعيدين ذولا. باد بوي حبيبي هاي شغلات بامريكا، ذولا العصابات، اللبس، الامور، مو ذولا، هذول باع عليهم. هذا تراك سود ب 15,000، هاي التيشيرت ب 10,000، يعني ما عندهم شيء يدل انه باد بوي. هذا ترى ب 5,000 دينار تيشيرت عادي، وهذا لبسهم عادي. بعدين ارد شويه اثقفك ووعيك، ولا تبقون جهله. علمني. البعض جهله، مو الكل طبعا، البعض يعرف هاي شنو الرياضه. ذولا رياضه، هاي رياضه السكيت، ما لها علاقه بالباد بوي. يا حبيب قلبي وكل اموركم غلط. بس مجرد انت دا تتنمر وشوفوا ذولا وشوفوا شلون يمشون، شنو دا يمشون؟ ترى هم ما مسوشين غلط، باع عليهم رياضه، رياضه السكيت. انتم تحجون باد بوي بس ما تعرف معناها، لان الاكثريه جهله. شفت دكتور يتنمر علينا؟ شفت محامي يتنمر؟ شفت ضابط يتنمر؟ مع احتراماتي للبعض، بس الجهله والمزعطه هاي اللي بالشارع ذولا، مع احتراماتي للبعض ذولا، العالم الدايحه بالشارع، الجهله ذولا، شوفوا يتنمر على الرياضيين. هسه هو دا يمشي، مع احتراماتي لك داغلك، ان شاء الله تكون انت فاهم. هاي الرياضه رياضه، مو باد بوي، ما لها علاقه بشيء اسمه باد بوي. وليش دا توصفنا وصف مو حلو؟ هذا اكو عصابات، اكو كذا بامريكا. احنا شنو ذنبهم ذولا من يطلعون اجوا باد بوي، راح باد بوي، وين ما نطلع؟ ما يصير، هذا غلط. بالعكس شجعوهم على هالرياضه الحلوه المرتبه، صح لو غلط؟ صح. شويه تثقف، ما بيها شيء ذات تثقف او تسمع نصيحه بيها شيء؟ لا ما بيها. ما يصير تتنمر وطلع من قلبك باد بوي، من لهم باد بوي خطيه، باع وجوههم بريئه، رياضه حلوه عندهم. ماكو هذا الامور، شويه تثقف ولا تبقون جهله. رياضه رياضه، ما لها علاقه بهذا الامور. ولو هو البعض لو تحكي ساعتين ماكو فايده، يعني امثالك البعض يفهمون بس امثالك ما يفهمون الرياضه. مجرد ها دير بالك لا تفوت من يمي، ها خاف يوقع عليه، ماكو هيك حبيب قلبي، ترى ماكو. هاي مجرد رياضه للابطال، كل العالم عندهم هاي الرياضه، الباد بوي وغيرها. ارجع واكرر، مو ذولا يا حبيبي، ذولاك اللي يتعاطون او يشربون سجاير او الملابسهم تشوفهم مشققه وغير امور وكذا وسكينه وهاي الامور، هذول ما عندهم، ذولا رياضه، رياضتهم بريئه من هاي الامور. فهمت يا بطل؟ عرفت شنو الباد بوي؟ شنو؟ الفتى سيء او اهل الفترات. تقدر تقول ذولا فتى سيء؟ لا. صحيح؟ صح. هلا بك يا حبيبي، اهم شيء عرفت حتى لا تبقى ويا العالم الجهله. اخذ راحتك، اتمرنوا يا ابطال ولا يهمكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.